نخدم به. يا سيدي نوصلوا للتصريح أيه؟ في ضيفنا على كيفنا أيه؟ مع صديقة وزميلة ميسة بديس اللي نسلم عليها برشا. كنت صحاب مع مرت ساركوزي. نرجع هاي صحاب أنا من زوجات ساركوزي سنحكيو عليها. كارلا بروني ولا نحكيو على أنا من نجم نكون كان معلقة بكارلا بروني على خاطر هو نوعية العلاقة هي علاقة فنية. معناتها تو تخيل باش نخرج مع مع هذا هو نوع سيسيلي أتياز زاد هاي معناتها البوليميك اللي صارت واللي مع كارلا بروني هي صارت مع كارلا خلينا نقول بالتونسي هاي ضربت فيك ولا ضربت فيك فنيا محمد تفرق. انا اجي نسالك حاجه أيكي. انا ما نجمش نحكي انا نعرف روحي انا شنو أي؟ انا شنو عملت ما نعرفش هي شنو نوعيه ما ضربت فيه فنيا بيان سور فنيا فنيا محمد الضحكه كلها براءه تاكدت فنيا جدا معني والله ورس خويا يا محمد انا اقسم بالله عملت حتى شيء معناتها كيفاش احكي لي ترى كيفاش بادرت هي محمد انا جو سوي ان ارتيست معناتها حتى كارلا بروني ارتيست اي معناتها ما تخليش ان نروح على مونيكا بلوتشي من حيث الجمال الشهره نتاعها باهي شوف خل نفهموا بعضنا هو وضح لي وقت اللي تبدا مرت رئيس انت يلزم تقدم ما افضل عندك في لبستك في احترامك في لغتك في نوعيه الموسيقى اللي تقدمها باسكو تو بريزونت بيان تون بي باهي اللي صار اني المراه هذيا هي فنانة معناتها وقت اللي صار تقارب على أساس الفن يقلق ساركوزي تقارب على أساس الفن شوف أنا ذي كل ما معناتها مذهبية ما نحكيش عليه علاش خاطر ماهوش مهم ياسر المهم سيكو أنا على أمور تافهة كما هذيك تحرمت أني أعمل ديو مثلا معاها واضح ساركوزي غير عليه تنجم تقول واضح كانت تنجم تقول حاجة باهية لبلادنا ساركوزي غار عليه وصل كلم الرئيس بن علي هذا اللي وسمي شد عليه سفيان صفتك سينو صواريخ حاضر لا سو بوان اما راهو جاب يسلك محمد كنت نيتك تدعم السياحه التونسيه وتشهر البلاد قريب لدخلتنا في الصراعات الدبلوماسيه سي سفيان لا محمد انت بعتها انت من الفنانين اللي تبدا على الجيتار وتعطي نمروك 22 وغمزه منه وغمزه منه انا انسان محترم كيفاش كارلا بروني واتساب وقتها لا واتساب بشوي محمد احنا راهو نحكيو على 2006 ايوه حتى الكاليتي نتاع التصويره وانا ديجا مانيش حتى جمله هكذا تشوف انا اقدم تنظر اكبر من توا يمكن انت فوالا هوني فهمت مانيش محضر روحي جمله معناتها فهمت اي ناخذ بارونتيز صغير قلت لي نظهر اكبر من توا يقولوا لي كيما عمرو ذياب في مصر سفيان صفته في تونس لهو متقدم يمشي ويصغر ما شاء الله عليه والله هو انا بالنسبه لي انا كي قارنوني بعمرو ذياب بالنسبه لي انا شفت تصوركم الزوز انا نعتبره حاجه باهيه على خاطر انا جو بونس كو سيد هذاك سي اون فيرتي للفنانين الكل وللعالم العربي وزيد معناتها بكل المقاييس عمرو ذياب يمثل النجاح يمثل التحدي تحدى الوقت تحدى العمر نتمنى نعمل شويه من الكارير نتاعو على خاطر ما تنساش لي ماناش فرد بلاد ماناش فرد ومش فرد صناعه ماناش فرد صناعه راهو اللي يقول لك حاجه محمد راهو ما بوتيتر لا سول ديفيرونس ما بيني وما بينه انه عمرو ذياب مولود وعاش في مصر وانا في تونس سي لا سول ديفيرونس كان جيت في مصر وجيت الظروف اللي صارت لعمرو ذياب النجم كنت نجم نعمل كارير اخرى معناتها في نفس راه محمد انا رجعوا لي تصور اعطيوني تصور ليكيب ربي اعطيوني تصويره سفيان صفته وعمرو ذياب هكا كي تشوفهم قدامك تصور الزوز يشبه والله شوف انا احنا فرد جو انا محمد انا راني ملي غنيت في التلفزه علاش تهرب منه يشبه ولا كي نقول لك اجد فما شبه اجد الفوارق السبعه نلقى سبع فوارق في التصويره فوارق ولا شبه لا شبه فما اي حاجات يختلفوا ناحيه اليونات الشركه كيف الابتسامه كيف كي كنتوا صغار اكبر من توا اي زوز سيبري هو بتيتر سبورتيف اكثر شويه سبورتيف اكثر امانة فايتوا بالطول وبال في الكوتي لوك انا عندي بلو كوست معناتها عمرو ذياب راهو قصير على الاخر معناتها فهمت سي با ان ديفو اما نحكي لك شنو انت كوستو انا كوستو اكثر
ما تنساش لي انا جيتي اوبيز شويه راهو معناتها انا جي بيردو دو بوا وفما حاجات زادت تعجبني انا لو سول اللي انا نعتبره مثلا عمرو دياب متفوق في الفنانين في العرب هو وراغب علامه انهم تحديوا لو طون خاطر برشا اللي جاوا معاه فرد بيريود نتاع روتانا وكل شيء وفات الحلمه دونك وتحيه لخويا غازي العيادي اللي فريمون عمل حاجه اللي لحل انا ذاك نعتبرها فيرتي ونجاح واضح. كارلا بروني كيفاش وفات الحكايه؟ لكارلا بروني وفات الحكايه انا قعدت عاقل على روحي وفات العلاقه هكاك. كيفاش عرفت اللي صار الاتصال بين ساركوزي والرئيس بن علي؟ شنو المصدر اللي وصل لك المعلومه؟ ابني امني امني وكا هو محمد. حاجه اخرى مهمه على الاخر راهو انا يلزم ترى العبد اللي هو العبد وتربيته خاطر انا في العمر هذاك كان جاي ولد صغير عمره 25-26 وهزته الدنيا يمشي يبعد ما خير. ما انا ما عنديش الحق اني نغزل لمراه معرسه هكا علاش الناس كل مشيت في التساؤلات والواحد انا قلت جي با لو دروا لا ثقافتي هذه مراه معرسه مزوجه متزوجه ما عنديش الحق اني نهز فيها حتى شطر عين صدقني محمد. واضح نحييك على ذي برافو والله معناتها الامور قعدت سور لو بلون ارتستيك وانا 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 انا بالنسبه لي انا هو اللي زاد بصراحه هما الصحافه الفرنسيه هي اللي زادت شعلت الامور معناتها حتى في ليزارتيكل دو بريس سمير الوافي زاد يا خويا راهو بال البريود هذيك بليزارتيكل وبالنسبه لي انا نعتبرها حاجه باهيه راهو معناتها مانيش ماخذها من لو كوتي نيجاتيف تري بيان.